معي عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، أستمع أولا إلى تعقيبك على كلمة الرئيس. هو الرئيس حدد الكثير من المعاني التي حملتها هذه الفكرة الغالية على نفس كل مواطن مصري وعربي، لأنها هي التي استعادت الأرض واستعادت الكرامة العربية والكرامة المصرية بعد هزيمة 67 المنكرة التي تعرضت فيها الأمة العربية لمحنة قاسية. الرئيس اليوم ركز على الكثير من المعاني والتحديات التي تواجهها مصر والمنطقة العربية بأسرها، خاصة مع وجود الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم بأسره ولا تعاني منها منطقتنا فقط. الرئيس ركز على الكثير من المعاني التي حملتها ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. الرئيس وجه التحية للرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام باعتبار أنه يعني صاحب النصر المعظم الذي يعني أتى إلى مصر والأمة العربية بعودة الكرامة إلى هذه الأمة التي كادت أن تذهب بعد هزيمة 67، لكن نصر أكتوبر أعاد إحياء هذه الأمة مجددا. إلى جانب أن الرئيس ركز في كلمته اليوم على الشائعات والتحديات التي تواجه هذه المنطقة، خاصة وأن هذه التحديات تستهدف الروح المصرية وتستهدف الحد من يعني الانتصارات التي حققتها هذه الأمة عبر تاريخها. فذكرى انتصارات أكتوبر 49 التي تحل هذه الأيام المفترض أنها تحمل الكثير من المعاني سواء للمواطن المصري أو المواطن العربي، أهمها تحديات مواجهة يعني الهزيمة بانتصار مؤثر، إلى جانب أن الروح التي عادت بها مصر ذكريات هذه الانتصارات يجب أن تكون هي المحدد لانطلاق الشخصية المصرية من جديد، خاصة وأننا نواجه الكثير من التحديات التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم. نعم أستاذ صلاح، بالنظر يعني إلى مجمل ما ورد في الندوة التثقيفية نجد أن هناك تشابه كبير فيما بين الماضي والحاضر. مصر يعني دوما على مدار تاريخية هي دولة سلام، لم تكن أبدا دولة معتدية، إنما هي دولة صارمة في الدفاع عن أراضيها، وهذا ما أكدته حرب أكتوبر. اليوم نشهد يعني خلال الندوة واقعة لابد من التوقف عندها كثيرا، يعني عثور القوات المسلحة على طفلة ابنة أحد التكفيريين الذي كان يستخدمها كدرع بشري تركها مصابة. كيف يعني قامت القوات المسلحة بتولي هذه الطفلة رغبة في السلام؟ هي أولا تاريخ العسكرية المصرية تاريخ مشرف عبر التاريخ. مصر يعني عانت طوال تاريخها سواء التاريخ القديم أو التاريخ المعاصر من الكثير من التحديات، نظرا للكثير من الاعتبارات التي يعني تمتعت بها مصر باعتبارها هي دولة في محيطها، هي أقدم دولة في التاريخ كما تعلمين. أولا تعرضت للكثير من الغزوات عبر تاريخها الممتد لأكثر من 7000 عام. مصر في تاريخها الحديث والتاريخ القديم كانت العسكرية المصرية لديها الكثير من يعني المعايير الأخلاقية التي تحكم تصرفاتها حتى في أوقات الحرب، ولنا في الأسرى الذين يعني أسرتهم القوات المسلحة المصرية في حرب 73 كيف عوملوا وكيف تعاملت العسكرية المصرية مع الأسرى رغم معاناته من يعني حرب 67 عندما تم الإساءة إلى الأسرى المصريين. لكن مصر عندما يعني انتصرت في حرب 73 لم ترد بمثل ما اعتدي عليها، وعاملت الأسرى من الجانب الآخر معاملة كريمة، ويعني سافروا يعني معززين مكرمين إلى ذويهم. أيضا عندما واجهت شبح الإرهاب وواجهنا جميعا شبح الإرهاب وقضينا عليه يعني بكل اقتدار وقوة، لم تعامل هؤلاء بمثل ما كانوا يعتدون على القوات المسلحة أو الشرطة في سيناء الحبيبة، لكن يعني تعاملت بالأخلاق التي يعني تعودنا عليها من العسكرية المصرية طوال تاريخها، لها الكثير من المحددات التي تحكم عملها وأهمها التعامل مع
يعني التحديات بالأخلاق المصرية والأخلاق التي تحكم وأداء العسكرية المصرية. فطوال تاريخ المؤسسة العسكرية المصرية هي تحكمها الأخلاق الرفيعة وتحكمها الأداء الرائع خلال هذه التحديات، رغم ما تعانيه وما تتكبده من يعني تحديات، لكنها في الحقيقة يعني تواجه ذلك بأخلاق رفيعة. ولنا في ما يحدث من مواجهة الإرهاب يعني كانت بإمكان القوات المسلحة أن يعني تحكم السيطرة بسرعة فائقة إذا ما تم ذلك. يعني حتى موضوع الثغرة عندما تعاملت العسكرية المصرية تعاملت بكل حكمة واقتدار في القضاء على الثغرة في حرب أكتوبر 73. يعني هناك محددات للعسكرية المصرية يشهد لها العالم، أهمها التعامل بأخلاقية عالية وأخلاقية رفيعة. نعم. طيب تعقيبك على ما ورد في سياق كلمة الرئيس من محاولات قوى الشر المستمرة لاغتيال معنويات الشعب المصري حاليا استنادا على أزمات ربما يواجهها العالم أجمع، يعني أبرزها الأزمة الاقتصادية ومن قبلها أزمة كورونا. هي الأخطر حروب الشائعات كما يعني تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي. حرب الشائعات هي تستخدم فيها يعني الآن المواجهات بين القوات المعادية لم تكن بمثل ما كانت تتم من مواجهات عسكرية، لكن الآن تستخدم أزرع الشائعات وأزرع منصات التواصل الاجتماعي، حتى المنصات الفضائية التي أو المواقع الإلكترونية التي تستخدم لتحقيق أغراض بعض الجهات الخارجية أو بعض الدول التي تعادي الدول الأخرى، يتم من خلالها إطلاق نمط من الشائعات لمحاولة التأثير على الروح المعنوية لدولة ما. وطبعا نحن يعني ضمن الدول المستهدفة حتى الآن ونواجه الكثير من التحديات، ومن ضمنها حروب الشائعات التي أصبحت الآن تحاول أن تنال من الروح المعنوية للشعوب من خلال بس الكثير من الشائعات أو النيل من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع يعني استهداف المجتمعات واستهداف الشعوب. وهذه الروح أعتقد أن الشعب المصري واعي لها تماما ويحاول أن يعني يرسل الكثير من الرسائل، أهمها أننا مصممين على أن نحقق الإنجازات تلو الإنجازات. ومصر حققت الكثير خلال الفترات أو السنوات الأخيرة، أهمها ما يتحقق على أرض الواقع وأصبحنا نلمسه عبر يعني الكثير من المشروعات والمدن التي خرجت إلى الظهور الآن وأصبحت تضاهي مثيلتها من دول العالم، بل تتفوق عليها في الكثير من هذه المشروعات الحيوية والتنموية التي بالفعل أصبحنا نجني ثمارها. وفي المستقبل القريب كما تحدث الرئيس سنجني المزيد من هذه الثمار. فالقضاء على الشائعات يأتي بالمزيد من الإنجازات وليس تصديق هذه الشائعات أو السير في يعني في ركابها، وتأتي بالوعي أيضا. يعني ربما الرئيس تحدث بالضبط عن الفقر والجهل والتخلف كأعداء لأي أمة. بالضبط، يعني هو مواجهة الشائعات يأتي بالمزيد من الوعي، ودور الإعلام عليه دور كبير ومؤثر في مواجهة مثل هذه يعني الأباطيل من جانب قوى الشر التي تستهدف النيل من عزيمة الأمم أو التأثير في معنوياتها. ويعني الشعب المصري واعي لمثل هذه التحديات، وأعتقد أنه يعني بعيد تماما عن تصديق مثل هذه الأباطيل أو محاولة السير في ركاب. ربما هناك جهود واضحة من الدولة حاليا للتركيز على إيقاد الضمير الفني بحيث يقوم بدوره المجتمعي بعيدا عن التسلية والترفيه، وهذا ملاحظ من العديد من الأعمال التي تبعناها، وربما هناك المزيد من الأعمال متوقعة أيضا في إطار المشروع الثقافي التوعوي مصري الذي تم الإعلان عنه اليوم. هو بالفعل الفن والثقافة تلعب دورا مهما في يعني أولا إحياء الروح المعنوية، إلى جانب أنه الفن والثقافة من الممكن أن يكون درعا مؤثرا في يعني توصيل المفاهيم الصحيحة للمجتمعات، خاصة وأنه بعد حرب أكتوبر المجيدة في عام 73 شاهدنا المزيد من الأعمال الفنية التي كانت تتحدث عن إحياء الروح المعنوية للمواطن المصري بعد أن حاول الأعداء النيل منها عبر هزيمة 67. لكن صحيح، الفن المصري والثقافة المصرية
يعني صححت هذه المفاهيم. واعتقد انه الفن المصري والثقافه سواء في الزمن المعاصر او الزمن القديم يعني هي تحيي مشاعر المواطن المصري وتحاول ان تثبت انه يعني ان المواطن بثقافته الممتده الى اكثر من 7000 عام يعني قادر على ان يواجه مثل هذه التحديات. فالفن المصري والثقافه المصريه دائما وابدا ما يعني تعبر عن الواقع المصري وتحمل الكثير من المعاني والرسائل الاخلاقيه التي يعبر بالفعل عنها الشارع المصري والمجتمعات المصريه المعاصره او حتى المجتمعات القديمه. والمصري القديم عبر عن ذلك برسومات ما زالت حيه على جدران المعابد ونظرها ويزورها ابنائنا واحفادنا. فاعتقد انه الرساله التي تحملها الثقافه المصريه والفن المصري يعني تمتد ليس فقط في داخل مصر لكن امتدت الى ربوع الوطن العربي ومؤثره في جنبات في الدول معظم الدول العربيه. والمواطن العربي اصبح الان يستشعر قوة الفن والثقافة المصرية عبر التاريخ القديم أو حتى التاريخ المعاصر. اتجاه الدولة أستاذ صلاح ل يعني استمرار عمليات البناء رغم أي تحدي، بدأنا في ذلك منذ مواجهة الإرهاب، يعني استمرت عملية البناء يواجه العالم ما يواجهه من أزمات ونحن ماضون في عملية التنمية. هذه أيضا رسالة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفسيرها أننا لم يعد لدينا وقت لإضاعه وأنها كانت استراتيجية واضحة حفاظا على أمن مصر أولا وحفاظا على قوة اقتصادها. هو أولا التحديات التي واجهها العالم التي انعكست نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أولا وقبل ذلك أزمة كورونا التي عانى منها العالم بأسره ولم نكن بعيدا عنها بطبيعة الحال باعتبارنا جزء من هذا العالم. أعتقد أنه يعني السبيل الوحيد يعني التعبير عن ذلك أو مواجهة مثل هذه التحديات يأتي بالتنمية والبناء والتصميم على استكمال ما بدأناه من مشروعات تنموية ستنعكس إيجابا على حياة المواطن المصري وحياة مصر. أولا الاقتصاد هو يعني النتيجة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات وأعتقد أن ذلك أثبتته أولا جائحة كورونا وأثبتته الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست أثرها سلبا على كل دول العالم ولم تستثني منها أي دولة ولم تستثنى منها أي دولة. فأعتقد أنه الإصرار على التنمية والإصرار على اكتمال المشاريع التي بدأتها مصر هو الهدف الأسمى الذي تسعى من خلاله الدولة المصرية لتحقيق غاياتها وتحقيق مصالح مواطنيها. فأعتقد أن إصرار الدولة المصرية على استكمال هذه المشاريع سواء بالمشاريع المنطقة الاقتصادية حول قناة السويس أو المناطق الصناعية المنتشرة في ربوع أنحاء وأنحاء مصر أو المناطق السكنية الجديدة أعتقد أنها في النهاية تصب لصالح المواطن المصري وتستهدف يعني رفعة هذا المواطن وزيادة التنمية وزيادة الاقتصاد المصري. بالعودة إلى يعني لقطات لافتة أستاذ صلاح أثناء هذه الندوة التثقيفية، الرئيس حرص على توجيه التحية والحضور إلى زوجات أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة وتحدث عن خصوصية العلاقة بتوصيفها بأنها علاقة فريدة فيما بين الجيش والشعب، وهذا ربما يكون هو يعني الأساس في استقرار هذا الوطن. في رأيك هذه الخصوصية في العلاقة إلى أي مدى هي معبرة عن الحالة في حرب أكتوبر والحالة طوال السنوات الماضية التي شهدت فيها مصر العديد من التغيرات أيضا والأحداث؟ هو بالفعل مصر تتمتع بخصوصية شديدة في هذه العلاقة باعتبار أن الجيش هو جيش الشعب والشعب هو يعني أبناء القوات المسلحة هم أبناء هذا الشعب. فالعلاقة لها خصوصية ولها من الطبيعة لأنه الجنود المصريين هم أبناء هذا الوطن إلى جانب أن الشعب يحتضن قوات المسلحة والقوات المسلحة عند الأزمات تمد يد العون إلى المواطنين. ولنا في الكثير من المناسبات التي تسارع القوات المسلحة إلى تقديم الدعم عندما يحتاج المواطن إلى هذا الدعم سواء في أوقات الأزمات أو أوقات التحديات. فأعتقد أن هذه الخصوصية في العلاقة
بين الجيش المصري والشعب المصري محكومة بهذه الخصوصية وتمتد سواء في التاريخ المعاصر، ولها جذور تاريخية ممتدة وضاربة في أعماق التاريخ. فطوال تاريخ مصر سواء التاريخ القديم أو التاريخ المعاصر هذه الخصوصية موجودة، والشعب والجيش هم في بوتقة واحدة. وأعتقد أنه المواطن المصري يشعر بما يقدمه الجيش المصري، والجيش أيضا عندما يحتاج المواطن إلى دعمه يسارع إلى تقديم هذا الدعم دون طلب من جانب المواطنين. فأعتقد أن هذه الخصوصية موجودة ومستمرة وممتدة وستمتد إن شاء الله. من المهم بالتأكيد التذكير بها في كل مناسبة مثل انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. أشكرك سيادة أو الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.